السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. وصفة اليوم من الوصفات الجميلة والناجحة والمجربة لعلاج جميع مشاكل الشعر، تعمل على إيقاف التساقط وتعالج الصلع إذا كان موجود. أيضا هذه الوصفة تعمل على إطالة الشعر في وقت سريع جدا. أيضا من بين مزايا هذه الوصفة أنها تعالج الفطريات والرائحة الكريهة وقشرة الرأس، وأيضا تعالج مشكل كبير جدا وهو شيب الشعر وظهور الشعر الأبيض في الرأس. بالنسبة لهذه الوصفة، المكون الرئيسي فيها وهو المسمار أو القرنفل بهذا الشكل، من المكونات الجيدة والمفيدة جدا للشعر، ولكن ضروري استعماله بحذر، لأنه إذا كثرت استعمال هذا المكون قد تحدث عنها آثار جانبية. يعني أنصح باستعمال الوصفة كما أتكلم عنها بالضبط. وهذه الوصفة فيها مرحلتين، المرحلة الأولى هي عبارة عن زيت، سنقوم بعمل حمام زيتي للشعر، وبعدها تأتي المرحلة الثانية وهي عبارة عن بخاخ للشعر يترك على الشعر بدون غسل. نبدأ في مباشرة في تحضير وعمل هذه الخطوات، وضروري جدا اتباع النصائح حتى لا تحدث معنا نتيجة عكسية لهذه الوصفة. قبل ذلك أتمنى منكم طلب صغير ورجاء منكم، وهو عمل لايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين، والزوار الجدد أتمنى الاشتراك حتى تستفيدوا. نبدأ في المرحلة الأولى وهي عمل زيت القرنفل الخاص بالشعر. بالنسبة لهذا الزيت سنقوم بتحضيره يعني ونتركه مدة، ثم نقوم باستعماله ونحضر البخاخ، نستعملهما مع بعض. بالنسبة للزيت سنحتاج فيه إلى المكون الأول وهو زيت الزيتون. ضروري جدا زيت الزيتون يكون من نوعية جيدة ويكون أصلي، إذا توفر عندنا زيت الزيتون البكري يكون أفضل وأحسن. نحتاج أول شيء إلى مقدار تقريبا نصف كوب، ممكن أننا نضاعف في كمية المقادير ونحتفظ بالخلطة مدة طويلة جدا. ثم نضيف لها مقدار ملعقة كبيرة من المسمار أو القرنفل، يكون على شكل حبيبات بهذا الشكل. ثم نضيف تقريبا أيضا بالنسبة لنصف كوب من الزيت مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون الناعم. نخلط جيدا المكونين مع بعض. بهذه الطريقة ثم نقوم بوضع هذا الزيت في علبة زجاجية محكمة الإغلاق، ونتركها في مكان بارد ومظلم تقريبا مدة 10 أيام إلى 15 يوم، ثم نبدأ باستعمال هذه الوصفة. بالنسبة لطريقة الاستعمال سأتكلم عنها بعد تحضير الماء البخاخ أو المرحلة الثانية. نترك هذا على جنب ونأتي لعمل البخاخ. نحتاج إلى إناء بهذا الشكل، نضيف له تقريبا مقدار كوبين من الماء، ثم نضيف باقي المكونات. ممكن أننا نستعمل كوب واحد فقط للاستعمال مرة واحدة، أما إذا أردنا استعمال كمية والاحتفاظ بها للاستعمال القادم نستعمل كوبين. بالنسبة لكوب من الماء سنحتاج إلى ملعقة واحدة كبيرة من المسمار، أما إذا استعملنا كوبين من الماء سنضيف مقدار ملعقتين من القرنفل أو المسمار.
ثم نضيف مكون آخر، وهذا المكون رائع جدا ومفيد للشعر، وهو ورق الغار أو ورق اللورا أو الرن. نضيف تقريبا 4 أو 5 أوراق من الرند. بالنسبة لهذه الوصفة أيضا تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر، يعني لا نحتاج لعمل كيراتين أو أي شيء آخر. مفيدة جدا للشعر وتعالج أغلب مشاكل الشعر. نأخذ هذا الإناء ونضعه على النار حتى يغلي لمدة 3 أو 4 دقائق. ضروري جدا أننا نغطي الإناء بغطاء حتى لا تتطاير الزيوت الطيارة وتذهب، يعني وتفقد القليل من فعالية هذه الوصفة. يعني نغطي الإناء ونتركه يغلي عدة دقائق، ثم نتركه يبرد ونتكلم على طريقة الاستعمال في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. بالنسبة لطريقة الاستعمال، بالنسبة للزيت الذي حضرناه، بعد مرور تقريبا 15 يوم، من الأحسن 15 يوم، نقوم بتصفية كمية من هذا الزيت الذي نريد استعماله في تلك الفترة، يعني تقريبا مقدار 4 أو 5 ملاعق، يعني تكفي لفروة الرأس. ممكن أننا نستعمل أكثر حتى نغطي كامل الشعر. نصفي كمية من هذا الزيت ونقوم بوضعه على فروة الرأس، ونقوم بعدها بعمل حركات دائرية خفيفة على فروة الرأس الشعر حتى نحرك الدورة الدموية، ثم نقلب الرأس إلى الأسفل ونستمر في عمل الحركات الدائرية. بعدها إذا بقي كمية قليلة من الزيت نقوم بتوزيعها على كامل الشعر. بعد هذه المرحلة نأخذ فوطة مبلولة بماء دافئ ومعصورة، يعني ساخنة، يعني الفوطة يكون ملمسها ساخن وهي مبلولة، نلف بها الشعر ونترك هذا الزيت أطول مدة ممكنة. بالنسبة لهذه المرحلة تكون قبل غسل الشعر، يعني لما نقرر غسل الشعر نستعمل هذه المرحلة، ولا نغسل الشعر مرات كثيرة حتى يعني نتفادى بعض المشاكل. قلت نترك هذا الزيت على الشعر على الأقل 2 أو 3 ساعات، بعدها نغسل الشعر جيدا ونتركه يجف الشعر، ونأتي إلى مرحلة عمل البخاخ للشعر. نصفي هذا الماء ويكون دافئ قليلا، نضعه في قارورة بخاخة إذا لم تتوفر، نستعمله مباشرة ونرشه على الشعر ومن الجذور حتى الأطراف، ونتركه يجف على الشعر. لا نقوم بغسل الشعر بعدها لأنه الرائحة ليست سيئة، ورائحة عادية، بالعكس رائحة جميلة للشعر. بالنسبة لهذه الوصفة نستعملها مرة واحدة في الأسبوع لمدة 4 أسابيع، ستلاحظون نتيجة رائعة إن شاء الله. هذه هي وصفة اليوم، شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.